بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاب عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة أيوة والله عايزين بيوتنا منورة صراحة ربنا يجعل من اسم البرنامج له حظ ونصيب من اسمي وينفع بينا يوم القيامة قولوا أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم حلقة جديدة من بيوت منورة. النهاردة حلقتنا بنكمل فيها السلسلة بتاعة تأهيل المقبلين على الزواج, ده الجزء التاسع منها يعني الحلقة رقم 9 منها. أنا عايز أقول لكم إن, إن, إن الحلقات دي جات قدرا زي ما شرحنا إحنا كنا بنخاطب على الأخطاء اللي بيعملها العرسان والمخطوبين بما يتناسب اللي بيحصل دلوقتي في 2023, ولكن البنات قالوا لا احنا مالنا, تعرفين بقى بنات بقى احنا مالنا احنا كمان عايزين ومش عارفه ايه وتقولي لنا وتعملي لنا والكلام ده, فقلنا تمام خلاص نخاطب الفئتين. فوجدنا ان في بعض المفاهيم والاساسيات ضربه مش موجوده لا هنا ولا هنا, فقررنا نعمل السلسله دي. وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يرزقنا صدقه والاخلاص فيها ويجعلها سلسله مباركه قولوا امين. احنا مواعيد الحلقات بتاعتنا كالاتي: يوم الاحد يوم الاثنين الساعه 9 بتوقيت القاهره, الاعاده ثاني يوم على صلاه الظهر. اللي التواصل معانا بيبقى عن طريق الرقم جميل موجود عندكم على الشاشه, بتبعتوا بس رساله واتس عايزه اكلم الدكتوره فتمام رساله الواتس هما الفريق بيتصل بيكم. ما تتصلوش لانك ما بتتصل بتقفل على حد تاني بيتصل, وما يعني وليه اتصل يقول المشكله انا مش فاهمه اتكلم على الشاشه, طب ما اتصل ليه, طب انت على الناس عايزين نخلص الاسئله العظيمه اللي عندنا دي. القناه بتاعتنا العظيمه اسمها قناه وطن تردد 12687 افقي, وانا ان شاء الله هجاوب على التعليقات بتاعتكم اللي موجوده على البث المباشر. النهاردة هنكمل السلسلة العظيمة بتاعتنا, سلسلة تأهيل المقبلين على الزواج الجزء التاسع. خليني في البداية أقولك إن إحنا هنتكلم النهاردة عن أمر إحنا اتكلمنا عليه قبل كده, بس أنا بسحب حاجات خاصة بالقرن والعصر, عارفين العصر مشاكل العصر اللي إحنا فيها. هنتكلم النهاردة عن أهم وأخطر قرار هتاخده في حياتك, اختيار الزوج. لا ما أنت قلت لنا يا دكتورة لنا سبق. لا ماشي اصبر عليا أنا أقولك النهاردة حاجات تحفة جدا. ليه بنقول ان ده اهم واخطر قرار في حياتك؟ لان اختيارك انت لو كان صح هتعيش ملك زمانك بقى, تعيش سعيد في حياتك, هادي بيتك, هادي كده بيتك كله رحمه موده. القرار ده له اسس بيتبني عليها, اختار ازاي زوجه صالحه واختار ازاي زوجه كذا, منها حديث النبي عليه الصلاه والسلام شرحناه قبل كده ونقوله وهنركز على بعض النقاط. الحاجات اللي هنركز عليها انت كعريس لازم تنتبه ليها, وركزوا معايا يا شباب في الكلام اللي هقوله بالراحه عليا بقى بالله عليكم كده في البدايه عشان ايه ما امشي اسيب الحلقه وامشي بالراحه عليا كده. وخلينا في نقطه اول حاجه قلناها الحلقه اللي فاتت وهنركز عليها برضو الحلقه دي, وقلنا ان مش الحب هو الاساس ومش كفايه بحبها مش عارفه انا بحبها, لا انا بقول لك اهو الاعجاب او الحب او الانبهار او الشوق مش كفايه, وزي ما شرحنا الحلقات اللي فاتت راجعوا السلسله تاني ضروري. لكن قلنا مع الاحترام والتقدير أهم ألف مليون مرة من الحب. يجي الحب ليه بقى؟ بص الحب بقى العظيم في البداية وبعد كده خلاص يعني بيخفض جذوته بعد أول شهر أو شهرين, وبعدين تلاقي نفسك إيه بقى أمام الشخصية الحقيقية أمام الشخصية الحقيقية بصفاتها المخفية, عصبية ندية الصوت العالي كارثة. فالاختيار الصحيح للزوجة يريحك وهي حسنة الدنيا, الآية زي ما قلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, حسنة الدنيا المرأة الصالحة هو ده. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث اللي شرحناه قبل كده ونقوله النهاردة لجزئية بس هقولها,
تنكح المرأة الأربع لمالها ولجمالها وحسبها ولدينها. فاصفر بذات الدين، تربية يدك، همك الوحيد نكون صالحة في الدين، مع الحب بقى تبقى أنت عملت ميكس رهيب جدا. طيب يمنعك صلاح الدين من الجمال؟ لا والله، ما تبقى جميلة وصالحة. طيب عندها مال وحسب وجميلة وصالحة، طيب ده خير إلى خير أكتر. طيب ما يكونش همك الجمال بس، والله راح، الله راح، انتهينا، انت حر. بص مش عايزه اقول لك الخدع دلوقتي اللي بيحصل في المكياج والبتاع، او حتى لو هي جميله كذا، ولكن الجمال خارجي لكن الروح اي كلام، الداخلي اي كلام، او مال وتزلك بيه وانت واهلي وعملوا لك ولا الشم. الدين، الدين خير الصدقه، الصدقه وتبقى عارفه كده الحسب بنت مين، مش فلان اللي كذا، عم العيال تاجر مخدرات وعمه اللي مش عارفه فين قتلين ليه اختن شيء يا جماعه. اه حسب، ويمنع ده ان يكون ده والدين ما يمنعش. والله اكبر الهم واعظم القصد صلاح الدين، استقامه الاخلاقها حلوه، تسال عنها الناس اللي حواليها، الناس الصالحه الثقه المؤتمنين. لو كانت ذات دين وخلاص انت جميل، لكن الواحده بقى متبرجه، وانا تعمدت اقول الالفاظ دي وان شاء الله في الحلقات الجايه مش هقولها، واحده خال عليك متبرجه وعن اسباب بعيده عن 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 التبرج تحلو، بعيده عن اسباب الفتنه او المشتشابهات. وهنقول النهارده الكلام ده اللي بتقول لك ده صاحبي، لا ده زميلي في الشغل بقى، وبعدين بيوصلني وبعدين مش عارفه بنعمل، لا 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 اصل كان عندهم مشكله. وانا رحتي فين يا حبيبتي؟ انا رحت فين يا ماما؟ رحت علشان فتنه. نهار ابيض بيته. لا، بعيدة عن أسباب الفتنة، بعيدة عن الأمور، أو عندها حتى الأصول الإسلامية الصحيحة، محافظة على صلاتها، خلقها حلو، دينها، قرآنها، أذكارها، خلاف كده لا. يبقى أول حاجة وتبقى عينك عليها، آه جميل إنك تاخد ثلاث صفات التانين، لكن فاصفر بذات الدين، اختار صاحبة الدين، فاصفر بذات الدين، تربت يدك، اتمرمغت إيدك في التراب يا أخي، خد صاحب الدين. ولا يمنع القبول، وشكل هنقول الكلام ده وهنشرحه عشان عارفة الأفكار بتيجي إزاي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا بص الجمال بقى في المرأة الصالحة وصفاتها، الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أربعة من السعادة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء، تمام. أربعة من الشقاوة، الجار السوء والمرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء، والمسكن الضيق والمركب السوء. قيل يا رسول الله حديث أي النساء خير؟ قالت التي تسر زوجها، تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره. النبي كمان له حديث جميل جدا جدا جدا، ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا، اللهم أمين يا رب ارزقنا هذا القلب، قولوا أمين، ولسانا ذاكرا، وزوجة صالحة تعين على أمر الآخرة. تبقى في حب وشغف وعجاب مع صاحب الدين، حب انت واخد خيري الدنيا والآخرة. يبقى أول حاجة فاصفر بذات الدين. تاني حاجة اختارها كمان ايه؟ واعية، مدركة، مش ساذجة أو مغيبة عن الواقع. طيبة خلوقة تمام نعم، لكن عندها فهم، عندها وعي. عندنا قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع جميلة جميلات كندة، أجمل النساء، ودي عبرة طبعا. عن مين الحديث؟ عن عبد الواحد ابن أبي عون، قال إن النعمان ابن أبي الجون الكندي الكندي قال جه مسلم للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ألا أزوجك أيم وأجمل أيم في العرب، أجوزك أجمل واحدة في العرب عزباء؟ قال وقد رغبت فيك، يا كمان عايزاك، فتزوجها على 12 أوقية. فقال لا تقصر بها في المهر يعني، بس صلى الله عليه وسلم قال والله ما أصدقت أحد فوق ذلك، خلاص ده أقصى حاجة. الحديث بقى بتاع أبي أسيد السعدي قال إيه؟ قال إن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أسماء، اسمها أسماء بنت النعمان الجوني، فأرسلني فجئت بها، فقالت حفصة لعائشة، لعائشة ركزوا بقى معايا عشان شغل النساء، حفصة لسيدة عائشة أخضبيها أنت، أخضبيها وأنا أمشطها، ففعلت. هي جميلة حسناء دي، كانت جميلة. ثم قالت لها إحداهما، واحدة من الاثنين، إن النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه أن تقول المرأة أعوذ بالله منك، فلما دخلت عليه وأرخى الستر مد يده إليها فقالت أعوذ بالله منك ثلاثا، قال ماذا قلت؟ قالت أعوذ بالله منك، ماذا قلت؟ أعوذ بالله منك ثلاث مرات.
فكمها على وجهه النبي صلى الله عليه وسلم فاستطر. قال إيه؟ لقد استعذت بعظيم. وقال عذت بمعاذ عظيم، خلاص وأخرجوها. وقال لأبا أسيد دوت الحقها بأهلها ومتحها برازقتان، يعني نوعين من الصداق يعني. فكانت تقول ادعوني الشقي. سمعت كلام يا إما حفصة يا إما عائشة، سمعت كلامهم كلام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت أعوذ بالله منك. فكان سبب لأنها هي إيه؟ خسرت طبعا، خسرت بإيه؟ عدم وعيها ولا فهمها. أنت تختار الوعي المدركة لوقائع الأمور. خليني أقف هنا وقفة. النبي عليه الصلاة والسلام لما طلقها وكذا وكذا، ينفع نتجوز وهي مش شيك أصلا، عايزاه ما كانتش فاهمة؟ آه، ولكنه قائد. تخيل أنك أنت تدي القيادة لحد مش فاهم يخرم لك السفينة، يوقع لك لا، وخصوصا لو أنت في مكانة أو في أمر معين، أو أنت لك طريقة تفكير معينة وعايز زوجتك تبقى بوضع معين، وعايز تكون واعية وحد تتكلم معاه وتبقى فاهمة إيه اللي بيحصل، لازم وعي. طيب السؤال بقى يجي العرسان، طب يا دكتور أنا أعرف إزاي بقى؟ أعرفها إزاي إنها وعي؟ اسمعني يا ابني بالأسئلة المفتوحة مرة واثنين وثلاثة قبل ما تقرر إن أنا هخطبها أو تجيب شبكة أو الكلام ده، عن الحياة عامة، رأيها إيه في الزواج، التربية، العلم. أنا بديك أهو مفاتيح أمور الحياة معاها عاملة إزاي، افتح معها حوار، شوف مثلا يعني طريقتها في الرد. وكمان أديك مثال على طريقة السؤال إزاي، بتدرسي إيه، طب إزاي حال الدراسة معاكي، المنهج صعب، مين الدكاترة اللي معاك، حد بيساعدك من صحباتك، عندكوا جروبات للمساعدة، الأمر فيها بيبقى إزاي، شباب وبنات ولا الدنيا بتبقى إزاي، طب بتحبي الأنشطة مثلا، ليكي أنشطة تطوعية، شغفك فين، مهاراتك فين، بتحب تعملي مساعدات، بتاخدي دورات تعلم ولا مهارات، خروجات، كل دي أسئلة لو ما كتبتوش ورايا انتوا اللي خسرانين، انتوا أحرار بقى. خروجاتك اللي بتحبيها مثلا، بتحب فين الأماكن، أفضل الأماكن عندك إيه وليه مثلا. هي من كلامها وردودها أنت هتفهم هي راحة فين وجاية. بتقول لك لا والله وصحباتي روحنا معرفش فين، أصل كان مش عارفة في مناسبة إيه ولا عيد الحب إيه ولا الدنيا إيه. أنت من كلامها هتفهم، انت من طريقه ردها تفهم دماغ اللي قدامك دي عامله ازاي، سطحيه ولا كذا ولا عارفه ولا مش عارفه ولا الدنيا ماشيه ازاي. ده مهم جدا الكلام ده. اتكلم كمان وديني بفتح لكم اسئله. عارفين لما كتبتوش ورايا العرسان، عارفين وتيجي تقول لي يا دكتور ديني بقول اهو، البنات شاطرين وما شاء الله بيفندوا الحلقه وبيكتبوا العناصر. من ضمن الاسئله كمان اتكلم بقى عن الحاجات المنتشره اليومين دول بين البنات، النديه عامله ازاي، هي شايفه النديه دي ايه. هل النديه انت بتفهمها مجرد ان هي لما بتتكلم معاك في موضوع بيبقى حصل جدال وهي بقى صعب تجادلني، طب بتجادلك ولا بتناقشك؟ يبقى انت اللي مش فاهم، خلي بالك، اوعى تصغروا بينا. لا يعني ان مناقشتها للامر، لا انا عايزه واحد تناقش عن علم وعن فهم، وناخد وندي، طب نشوف اصل الامر ازاي، طب مرجعيته للكتاب والسنه ايه، طب القرار يمشي ازاي. وانا هديكم ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله يكون الحلقه الجايه ده لو الحلقه كفت المره الجايه، حاجه جميله جدا وحاجه البنات هتفرح بيها جدا، لان هي تمس البنات وهتمسك انت كمان كعريس. اتكلم كمان بقى عن مفهوم النسويه اللي طالع اليومين دول، النسويه الحاليه التي لا تمت لحقوق المراه بالصلة. انا بقول لك اهو الاسلام اعطى كل الحقوق، واي امر هتتكلم فيه بره قال الله قال الرسول بره الاسلام تمام. لا غلط غلط. النديه وازاي لا يقصد بها لا حقوق المراه ولا الكلام ده، هي بس لمجابهه الزوج وعنده او الرجال عموما. شوف رايها ايه، شوف هي شايفه الامر ده ازاي، امر الوعي ذات نفسه ما تسيبوش بدون فهم وبدون استقرار نفسي جواك، عشان ما تندمش بعد كده او تيجي بعد شهر تقول انا هطلق انا ما اقدرش مست رجولتي مسك. لا غلط 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 غلط، ما تجيش تندم بعد كده. عايز اقول مثلا ما تيجي تطرح سؤال خاطئ مثلا، يعني عايز تطرح سؤال خاطئ معاها مثلا، او حاجه من الحاجات المشاكل العاديه. خلينا اقول لكم انا جاي بالكم ايه بالظبط، علشان ما شاء الله عليا انا ما بسيبش حاجه وما بحبش الايه يعني ايه اللخبطه. لما اجي مثلا اطرح سؤال عن موضوع اتخاذ القرار، اتخاذ القرار منها اختلاف وجهات النظر، يعني ايه اطرح مثلا مشكله معينه واسمع منها، اسمع منها هنا ايه، اسمع منها رايها في الامر، الوعي عندها عامل ازاي. وكمان موضوع مثلا الطاعه مثلا،
حس الطاعة عندها عامل ازاي؟ هي طاعة مبصرة؟ اه شايفة وعارفة ان هو ده بشكل معين، ولا بالراحة علينا يا جماعة بالله عليكم والله عشان انا مزهقش يعني. هل هي طاعة مبصرة؟ يعني هي طاعة حقيقية هي بتقول فيها وبتعمل وشايفة ان ده صح، ولا هي شخصية مجادلة عايزة الجدال وخلاص، ولا الامر عندها عقلاني ومنطقي؟ وده مهم جدا. طيب يبقى اطرح الحاجات واسمع منها وشوف. يجي واحد يقول لك ما والله دكتورة بطيخة مقفولة، بتقعدوا برضو بتقولوا تتجمل وتتزين في الكلام وفي الآخر بتستخير بقى، مع ان احنا اتخذت كل الأسباب وربنا شايف انك خدت كل الأسباب، بعد كده قدر ربنا هقول لك برضو تعمل ايه. ثالث أمر تراعيه في اختيارك لزوجتك المستقبلية وشركة حياتك، حياءها. حياءها هي الأنثى ايه يا جماعة؟ إلا حياء، جمالها وقمة أنوثتها الحقيقية في حياتها. من استحى من الله ستره الله في الدنيا والآخرة، ستر من العيوب الحياء. الأصمعي كان بيقول سمعت أعرابي بيقول من كساه الحياء ثوبه لم يرى الناس عيبه. لو ثوبك هو الحياء محدش هيشوف عيوبك. الحياء حياة للقلب أصلا. المرأة ما تبقى حياة، الحياء مشتق من الحياة. عشان كده سيدنا عمر كان بيقول إيه؟ من قل حياءه قل ورعه. أي كلام. ومن قل ورعه مات قلبه، ملوش قلب. فالحياء حياة القلوب، الحياء حياة القلوب. أصلا صاحب الحياء محبوب عند الله، محبوب عند الناس، حتى حييه وتبقى حد حيي خلق الحياء. الواحد لما يقول يا رب كده دايما حلينا بالحياء بكل ما هو جميل وبكل ما هو محبوب الحياء، والتخلي عن كل قبيح مكروه اللي بيتخلى عن الحياء. الحياء يدخلك جنة. حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، والإيمان من الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. البذاء هو الفحش، فحش القول والفعل. شوفوا الآية، فجاءته إحداهما تمشي إيه؟ على استحياء. القرآن بيخلد لحظة حياء رهيبة. شوفوا المشهد كله إيه عامل إيه؟ وجاءته لحظة الحياء القرآن يبقيها خالدة إلى يوم الدين. ليه؟ من جماله. الله عز وجل عايزني يريد لنا أن نفهم الرسالة، إن مشية الحياء، المشية اللي مشيتها كده ابنتها بنت شعيب خلدها الحياء، وشتان ما بين مشية ومشية وخطوة وخطوة، خطوة راقية حيية وبين خطوة صاخبة بالكعب بقى. رسائل كتير جدا في الآية دي وفي مشية الحياء والاستحياء نتعلمها احنا كنساء. منها كمال الانوثه في اكتمال الحياء. هي الانوثه ايه الا اكتمال الحياء؟ هي الانوثه ايه الا لحظه ارتباك ما هيش منطقيه غير عقليه، فيها يفيض وجه الانثى بالاحمرار والخجل، اكتملت مشاعرها بالحياء. لكن بقى اللي مش عايزه اقول اللفظ على الشاشه يعني، الجراه والتبجح وعلو الصوت، والله دي انوثه دي، والله ولا انوثه ولا نيل. لكن الحياء اللي فيه نبرة صوت بيبقى فيها حياء، دي طبيعة الأنثى، خجلها وحياءها. خلينا في الخجل يعني لا يأتي بخير، ولكن الحياء ذات نفسه. فجاءته تمشي إحداهما إيه؟ تمشي على استحياء. حياء الأنثى غض بصر. العين لما تستحي خلاص، إيه اللي هيحصل لما يبقى قدامها شاب وبتاعه تقول لك مش يا بنت شفت العريس؟ تقول لك ما شفتوه حقيقية. لكن شوفيه عشان تستخيري عليه، تشوفي تقولي لك عينه ولا مناخيره ولا بقه ولا شوفي. ولك حق النظر عشان تستخير عليه. النظرة ذات نفسها ممكن تسلب القلب مكان أصلا ما تعرفيش تسترديه، لأن النظرة بتأثر. ده لو مطلقين البصر. لكن الحياء منظومة غض البصر، غض الصوت، غض السعي، المشية ذات نفسها، غض القلب، ده الحياء. عشان كده محدش يخدشك ولا يخدش معنى العفة، ده الحياء على استحياء، صيغة مبالغة من الحياء. القرآن راعى الستر ذات نفسها فقال إيه؟ إحداهما حياء. شفت الأمر إزاي؟ صبية صغيرة، شابة صغيرة متواجه فتى بتكتمل فيه جميع أنواع الرجولة، القوة وقوة الروح وقوة البدن. وإيه بقى؟ إيه القول اللي طلع منها في حياءها؟ أبي يدعوك بس، ولا إيماء بقى، ولا صوت، ولا هيهئ، ولا إيماء، ولا إشارة، ولا إيماء. الحياء لا يعرف المشاعر المعلنة اللي بنشوفها الأيام دي، ولا الحياء يعرف الحب العاري عن الستر، لا مغطيه الحياء. الحياء ما يعرفش لا لحظات مكشوفة ولا جسد مكشوف.
فتاة شعيب اللي وصفت توصف مشيتها بمشية الحياء قصة لوحديها. تقول يا أبت استأجر إن خير من استأجرت بس القوي الأمين، مش الواد الحلوة أبو شعر أبو مش عارف اللي عمل كذا وقال لي كذا، لا لا لا، القوي الأمين. كلمات بسيطة لها مكنون، حياء. سر الجمال إخفاء بعضه، حياء. شوفوا الفرق ما بين الآية ولا يضربنا بأرجل، ليه ما تضربيش برجلك وانت ماشي؟ ليه يعلم ما يخفينا من زينتنا؟ قلناه المرأة دلوقتي سلع والرجالة بتصورها محارمها جوزها ولا أخوها، التسويق وإعلانات للجسد رهيب. الفرق بين كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، ده واقع رهيب احنا عايشينه. احنا محتاجين نرجع خلق الحياة تاني للقلوب، محتاجين نرجع خلق الحياة لبيوتنا والبناتنا، محتاجين نرجع خلق الحياة والعفة العقول وقلوب البنات والنساء. فاختارها يا ابني صاحبة حياء، الحياء كله خير والحياء لا يأتي إلا بخير. عارفين الحديث لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. وابتعد بقى عن المسترجلة اللي عاملة فيها كده، لا هو كذا والجو والدنيا محتاج، لا، الإسلام ذم المسترجلة. حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يدخلون الجنة أبدا، الديوث والرجل من النساء ومدمن الخمر. قالوا يا رسول الله مدمن الخمر عرفنا، ما الديوس؟ الديوس مين؟ قال الذي لا يبال من دخل على أهلي من الرجال، ده ولا في دماغه، عادي حريمه طالع كده زي اللي بيقعد يصوره عشان تجيب فلوس على التيك توك، ولا حسبي الله، راحت الشامة ورجولة، فين الرجالة؟ مش تفهمش. فقلنا فمن الرجل من النساء؟ قال تشبه، ده واحدة ست بتتشبه بالرجال، حديث صحيح. برضو عندك حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ان امرأة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدة قوسا، فقال نبي لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال حتى في الملبس. وبرضو حديث رواية البخاري، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وبرضو عندك حديث بتاع أبي أمامة مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، 4 لعنوا في الدنيا والآخرة وأمنت الملائكة قالت أمين. يا نهار أبيض، حديث خطير. رجل جعله الله ذكرى فأنس نفسه تشبه، حتى لو ما عملش الفاحشة، ده التفسير بتاع الشيخ السعدي، حتى تشبه بالنساء، حتى لو ما عملش الفاحشة مجرد بس ما يعاني الصوت أو كده، ده لعنه، أمنت عليه الملائكة لا يدخلون الجنة. وامرأة جعلها الله أنثى فتذكرت وتشبهت بالرجال. والتاني الذي يضل الأعمى ورجل حصور، أن يجعل الله حصورا، لم يجعل الله حصورا إلا سيدنا يحيى ابن زكريا. حديث خطير الكلام ده، المشية واللبس والطريقة والكلام، الحوار يا مسلمات، الحوار ذات نفسه. أنا أزعل جدا جدا لما يجيلي شاب يقول بتتكلم ازاي وبتعمل مش عارفه وحركات ايه والدنيا وبتاع، وفاكره ان دي جدعانه وده كده عشان ما حدش يلمسها. لا، ما تبعديش عن حيائك ولا عن انوثتك تماما. عن ابن عمر، حديث ابن عمر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يدخلون الجنه، العاقل والديه والعياذ بالله، والديوس ورجله النساء المترجله. وجاء اصلا في خصوص لبس المراه، حتى النعل الخاص بالرجال، بتلبس احذيه شبه احذيه الرجال. والله كل الاحذيه الحلوه طالعه دلوقتي، اقول طب يا رب ده حريمي ولا نسائي؟ يعني هو شكله مش نسائي خالص، لكن شكله كده. حديث عن ابن مين؟ ابي مليكه قال، قيل لعائشه رضي الله عنها ان امراه تلبس النعل شبه الرجال بتاع الرجال بالظبط، قالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل من النساء. حديث صحيح صححه الالباني. بس في فرق بين الحياء وبين الخجل. الخجل اللي بيضيع معاه الحقوق، ضعف في الشخصية، بتلاقيها منعدمة الثقة، انطواء مثلا، بيبقى أصل خوف من المواجهة أو مشاكل نفسية مثلا نابعة من التربية في الصغر أو أي أمور، إن هي مشاكل نفسية خوف، فيمنعها الخوف من قول الحق، يمنعها الخوف إن تاخد الحقوق أو إن هي تطالب بالحقوق المشروعة، فيضيع معاها الحقوق. أما الحياء فهو محمود، أما الحياء فهو محمود. ليه الحياء محمود؟ لأن الحياء معناه قوة، والخجل معناه ضعف. ودليل الضعف معناه الإيه؟ الخجل. طيب يجي السؤال، أعرف حياء العروسة إزاي؟ أنا أعرف الحياء
عند العروسه ازاي، ويجي يقول لك طب انا هعرف ازاي. بالسؤال الاول هتسال الناس، وبعدين تاخد بالاسباب عشان ربنا يشوفك تاخد المعايشه بالاسئله اللي انت بتسالها، طريقه ردها عليك، حوارها عليك عامل ازاي. ها انا هحكي لكم قصه تضحك يا جماعه، ونحاول نختم بيها حلقه النهارده. القصه ديت بنت من البنات قالت والله يا دكتوره انا جبت الاسئله من الأربعين سؤال جمعت، احنا قلنا الاول كان في بتاع حوالي 8 اسئله وبعدين عملنا حلقه ب 13 سؤال، راجعوا الكلام ده على هتلاقوا اللينكات كلها على اليوتيوب، وبعدين عملنا بتطش وبعدين جمعناهم كلهم في بث مباشر كان خارجي، مش فاكره كان ايام كورونا تقريبا، كان 40 سؤال. وقالت بقى وقعدت ومش عارفه ايه، وقعدت تسال، فبقول هو بيقول انا حاسس ان انا في مدرسه وفي حضانه، وهي وهي عماله تسالني الاسئله اللي انا مش عارفه اروح بيها فين، وحاسس ان انا في مدرسه، ويلا وجاوب واعمل وسؤال ورا التاني. لا ما بقولكيش تعملي كده، انا بقولك خلي الامور طبيعيه، وخلي الامور تيجي بتلقائي، واسئله وخليه هو يفتح يا بنت الاسئله، يعني هي خليه هو يفتح الاسئله في الاول، الاسئله اللي هو يفتحها وانت ردي، واعرفي لانك برضه محتاجه تستخير على دماغه، ما اجي حلقه بتاعتك هقولك تتفنطي دماغه ازاي، لكن على الاقل يعني شوف الأسئلة بتاعتها عاملة زي. فالمهم قالت لي أنا قعدت كده، مش أنت قلتي كده يا دكتورة، مش أنت قلتي كده، أصلا هو بعد بيقول لا أصلا جريئة قوي بتتكلم، مش عارف في فرق ما بين إن هي تكون مش واخدة بالها طريقة الحوار ممكن تكون إزاي، وما بين إن هي مفيش حياء، أو رأيها هو اللي ماشي على الكل، أو إن الأم، وهنتكلم على موضوع الأم العروسة دي، أو إن الأم هي اللي ماشية البيت. يعني ساعات كتير جدا بس تلاقي الأم اللي ماشية، يعني مثلا الأب يقول لك والله يا ابني أنا موافق على كده لكن يا أمها قالت، لا 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 لا، فكلام الأم اللي ماشي على الراجل البيت دي نقطة وهنتكلم فيها الحلقة الجاية، أو إن هي البنت تقول لك لا كذا، أو الأب يجي يقول كذا وكذا، أو الأخ مثلا وهي تعمل كلام لا هو مش عارفة أنتوا مش عارفين أنا. خلي بالك فبيبقى بالأسئلة وبالمعايشة وبالسؤال وبطريقتها ردك أنت ذات نفسها تكتشف، سواء تكتشف الوعي أو هتكتشف الحياة، الإدراك ذات نفسه والفهم أو الحياة. تمام كده؟ أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكون النقاط دي مفهومة، وإن شاء الله بإذن الله اكتبوا لنا على التعليقات على الحلقة دي والكومنتات بتاعتكم، عشان حاجة، علشان انا عايزه اشوف مدى استيعابكم والاسئله اللي جايه، علشان انا مش ما برضاش انتقل لمحور جديد الا ما نخلص المحاور واتاكد ان انتوا تمام على الاقل الناس اللي متابعينا فيها. خلينا ناخد الاسئله من على اللايف كده. ايه السيد بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا دكتوره، ازي حضرتك؟ لو سمحتي لسه والده وعندي ولد 3 سنين ونص، عايزه اتعامل معاه ازاي؟ مش عايزاه يحس بغيره اخوه رعي، الصغير بيبقى عايز ياكل يشرب يغير حفاض بس، مين اللي فاهم؟ الكبير، فراعي الكبير، راعي الكبير بنوع من انواع ال، حاضر اجاوب بس اديني فرصه اجاوب على السؤال. راعي الكبير في النفسيه، طبطبه، اشركيه في الامر، تعالى ما اوريك نفسك، ولو في صور مثلا او البوم تعالى شوف وانت صغير بتعمل ايه، تعالى شفت الفيديو ده وانت بتعمل ايه مثلا، وانت حاطينه فايل مثلا على الهارد او حاجه، فبيبقى على الاقل شايف الدنيا ماشية ازاي، وان احنا امي بتحبني، وفي مراعاة، وفي دعم، وفي انشغال بألعاب جديدة خاصة بالتفكير وهكذا، بس ما يبقاش جل الهم وسك اخوك وعملت مش عارفة ايه على اخوك وكذا في ملوه وانت كره، لكن بالراحة واشركه في الامر ودعمه، ويبقى في ألعاب جديدة بحيث انها تستغل، ووري له قد ايه احنا كنا بنحبه ومراعينه وانت في السن ده، ويبقى طبطبة ودعم في الفترة دي. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لكم بالخير، اللهم امين. ناخد اول اتصال معنا، مين؟ جاسم. منين؟ ياسر. ما انا بقول برضو جاسم ده، تمام. ياسر من الشرقية، السلام عليكم يا ياسر. اخ ياسر سلام عليكم. عليكم سمعني السلام. حضرتك؟ ايوه سمعتك كده، اتفضل. لا انا بتصل على حضرتك اشكرك على كل اللي انت بتعمليه، الله يبارك فيك. هو بس يعني احب يعني معلش لو سمحتي ابقى اخلي الجماعه يكلموكي بره التلفزيون. طيب تمام. طيب تمام، شكرا ليك يا ياسر ولاتصالك، ربنا يبارك فيك. تمام، معانا سؤال موجود على الشاشة عندنا، هيظهر عندكم دلوقتي. تمام. تمام، انتوا جبتوا السؤال. انا بنوتة عندي 26
السلام عليكم يا دكتورة، أنا بنوتة عندي 26، كنت مخطوبة وفسخت خطوبتي وحبيت واحد مطلق وعنده طفلين ولد وبنت من طلقته، الولد 10 سنين والبنت 12 سنة وهو عنده 35 سنة. عايز أعرف رأيك في الجواز من مطلق، هل دي حاجة تعيبه؟ وهل فرق السن مناسب؟ أولا فرق السن مناسب، 9 سنين حلو مش وحش، لكن خلينا أقولك على حاجة، ليه المطلق معيوب؟ أبدا لا بنقول لا تخاف من المطلقة، رجعوا للحلقة دي، ما تخافش من المطلقة ولا تخافي من المطلق، بالعكس كتير جدا جدا بيبقى يحاول ان هو يعالج الأخطاء اللي حصلت في الزيجة الأولانية ويعالجها في الزيجة التانية، ويبقى حريص. والله أنا عدت مرة مع واحد مطلق قال يا دكتور والله أنا مش عايز أطلق، طب بس اقنعيها، مش عايز يبقى تاني مرة بطلق، طب النقطة دي أنت رأيك إيه، طب تنصحيني بإيه، وكان حريص جدا أكتر حتى من الزوجة التانية اللي هو تزوجها يعني. فلا يعني أنا شفت حالات وبيبقوا حريصين على الأمر، لكن نسأل ونشوف الناس والقلق ليه 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 الزوجة الأولى سابت الأولاد، ما دي نقطة لازم نقف عندها. معلش احنا بنقول خلاص اللي مضى وعلاقة مكانت، لكن دوت فيه لها منتوج، والمنتوج ده انت هيبقى عندك في البيت. معلش الأولاد دول أم تسيب أولادها في سن زي ده ليه؟ اللي يخلي أم تسيبه ده ضد الفطرة، إيه اللي حصل ده نقطة، واسمعي منه واسمعي من الناس واستخيري على الأمر، والرجالة في العيلة عندك يسألوا، الرجالة في العيلة عندك يسألوا الناس، وتتفقدوا مكان شغله ومكان حاجته وتستخيري. كمطلق مع يبقى عيب؟ لا مش عيب، مش معيوب أبدا. حاول مع الزوجة وهي التانية مرة واثنين وثلاثة وما فيش فايدة وخلاص قرر يعف نفسه تمام، لكن اعرفي الحاجات اللي انا قلت لك عليها. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك يا رب. معانا حنان من الغربيه، السلام عليكم يا حنان. وعليكم السلام. يا اهلا وسهلا بالغربيه واهلها. انا عندي مشكله مع زوجي، يعني هو بيشك فيا ويسبني كم مره، ويعني وبيضربني ضرب جامد، ويعني بصي كل حاجه، لدرجه اللي هو قال لي في يوم ان انا ممكن اعمل يعني يدخل علي حد ويصورني. ألا. وانا ما عملتش كده. إن لله. استني انت عمر زواجك كام سنة؟ انا قاعدة معاه 12 سنة. في اولاد ما بينكو؟ وبيت ولد وهو كان من الاربع يعني. ليه تقطع الاتصال؟ من عندنا ولا من عندهم يا شباب؟ معانا الاتصال؟ طيب حنان. وعمره ما شك فيا ولا اي حاجه، سافر السعوديه قعد سنتين ونص وانا كنت قاعده في وسط اهليته، يعني احنا قريب اصلا يعني متربيه في وسطهم لان بابايا توفى وما فيش اي حاجه، يعني عارفني من صغري. تمام. فلقيته جاي تصرفاته متغيره خالص، ويعني منعنا حتى عن اهليتي، وقعدت مخاصمه والدتي 9 شهور، ومنعنا برضو من اخويا ومن قرايبي، جد طلبني في الموت ما رحتلوش، منعنا من كل الدنيا، وبقى يضرب فيا ويسبني وبرضه عايشه معاه وسكت. طيب ايه السبب يا اخت حنان، ايه السبب انه عمل كده؟ ما والله ما اعرف، مش عارف انا. طب انت ما سالتهوش ايه السبب؟ يعني ليه بتعمل كده؟ سالته يقول لي هو كده، يعني ما اعرفش، قال لي انا بقيت اقول له انت يعني عارف حد، الواحد ما بيتقلبش من كده لما يكون في حد مثلا شايف اللي هو بيعمل حاجه غلط وشاكك. تمام. ما وقلت لاخواته، واخواته بيقولوا له ازاي ان انت بتعمل فيها كده، احنا ما شفناش منها حاجه وحشه خالص، يعني قاعده معانا بقالها 30 سنه في وسطنا قبل ما تتجوزك، ومتجوزك وانت عندها 20 سنه وقعدت معانا، ما شفناش منها قله ادب بتعمل لك كده، ما فيش. يقول لك يعني اخدها بقى بمعنى اي حد عامل له حاجه، يعني بقيت اقول له ده كله كلام في الفاضي، يعني الاعمال والحاجات دي كلام في الفاضي. هو بقى واخدها بالصوره دي، وبقول لك منعني وسبت بقى البيت بقى له شهرين اهوت، لان انا كنت عملت برضو قعده، وفي قعده رجاله واخواتي وجم، اللي هو ما عادش يقول. قالوا ايه قعده الرجال؟ اللي هو ما عادش يقول لك الكلام ده، وخلاص واخدوا تعهد يعني على نفسه، بس لا ورق ولا اي حاجه. تمام. ومجرد ما خدنا ورحت قال لي كل الكلام اللي اتقال ده في القعده في الفاضي، ولا ليا دعوه باخواتي ولا باي حاجه. ولقيته بقى هزقه برضه، الكلام ده كان قبل رمضان، وهزقه وشتومه برضه وضرب، ما فيش فايده، ما بقتش اقول لحد ولا رحت لوالدتي ولا الكلام من ده، وجا برضه العيد الصغير ما رحتش وما قلتش لحد. لما جه بقى العيد الكبير وعيالي بيقولوا احنا عايزين نروح ننتي ونتفسح ومش عارف ايه، ما ردش. قام ايه اللي
انت قام ضربني وقام شتمني وقال لي ايه ده انت بتاعت رجاله يعني استغفر الله وسبني وقال لي كلام مش كويس يعني استغفر الله. فانا بصراحه انا ما كنتش عايزه ارجع له لان انا ما شفتش معاه حاجه بقالي 5 سنين تعبانه وما كنتش قادره. فهل قرار ده هو الوقت واخد مني ابني ما برضاش يجي ما يجيبوليش لان معصيه عليا يعني نعم. ولما كنت بنبقى قاعدين يقول لهم انت هتطلقي يعني ايه يعني هوحش عيال صورتك في عيالك يعني مش هخليهم يحبوك يعني يقول عليا كلام مش حلو يعني. ايوه. فابن الوقت عنده 9 سنين ولا بيوديه دروس ولا اي حاجه ومأهمل فيه. وانا عايزه اطلق بس قرايبي بقى يقولوا لي ايه لا خليه هو اللي يجي لانه يوم ما مشيت قال لي انت مالكيش حاجه عندي. وروح اخلعي وكلام من ده. لا تمام تمام. طب اسمعي. وضربه بقى وهزقه وبقى يسب مامته ويسبني وكده يعني. يعني انا مامتي قعدت ما اتجوزتش. ملوش كبير يعني ملوش كبير في العيله ملوش كبير في البلد. ما فيش حد ما بيحترمش حد. انا بقول لك ما بيحترمش حد اخواته ما قدرهمش ما بيحترمش حد. فانا بصراحه ما عدتش عارف اعمل ايه. انا من ناحيتي انا ما عدتش عايزه ارجع. فهل انا كده ليه ذنب؟ طب هقول محمل لي ذنب عيالي كان بقت مع ناس وبقول لها ذنب عيال ابنها في رقبتها. يعني انا مش يعني انا لما ابني بيجي لي لو اليوم اللي بيجي لي فيه انا بقعد احتايل عليه وبعمل له كل اللي هو عايزه عشان يقعد ويبات معايا وادي له دروس وحاجات. فبيشيل لي ذنبهم انا كده اشيل ذنبهم ولا ايه؟ طب حاضر اكلمك اقول لك ارد عليك يا حنان. اولا يعني المشكله زي المشكله دي خلينا نتكلم ونقول كده بكل صراحه في حق لها حاجتين. يا اما انت شايف انواع من النساء يعني استغفر الله غير صالحات فظن ان زوجتك زيهم او ان في مرض عقلي. ما هو يعني قعدت رجاله وتعهد والناس كلها غلطوه والناس كلها تشهد لك بالعفه والطهاره والخلق الحسن وهو لا يرى الكلام ده واقر في قعده الرجاله ان انا مش هضرب واعمل ولا هعاير ولا هشتمها ولا اتهمها في استغفر الله ده محصنه يا ابني محصنه ده قذف المحصنات دي مصيبه. طيب تمام انا مش هعمل كده وفي الاول وفي الاخر ما التزمش بالامر وجاء اول ما روحت البيت شتم وضرب وسب واهان وعلى هذا الاساس سبت البيت بيهددك بعيالك وابنك وهقسل الاولاد عليك والكلام دول له حاجتين يا اما في مرض عقلي في دماغه حاجه اسمها ذهان ضلال. الذهان الضلالي دي بتبقى فكره خاطئه ضلاليه لازم يكشف يعمل رسم مخه ويروح لنفسه عصبيه ويكشف ويشوف. او النقطه الثانيه ان هو ممكن يكون حد يعني عامل سحر او حاجه بخراب البيت او كده. ده وارد وده وارد وانا اؤمن بالامرين. خلينا نتداول اول ونشوف لان طالما الفكره بتتجدد ومهما يحصل يروح هي هياها وفكره تتجدد وطالما يحصل هي هياها لا يبقى نكشف نفسيه وعصبيه ونشوف هل فعلا في ذهان ضلالي فكره ضلاليه يؤمن بيها ويبتدي ياخد قرارات على اساسها ويحاسب الاخرين على اساس هذه القرارات وده امر خاطئ جدا نخلي بالنا منه. خد علاجه تمام تمام لا ما فيش ولا راضي على العلاج ولا راضي على اي حاجه ولا راضي اي بدنجان والدنيا بايظه والدنيا كده واحنا ما فيش. تتحملي الوزر لا. شاهدي الناس لاخر مره لاخر مره شاهدي الناس يا جماعه الوضع 1 2 3 والراجل ده انا بقالي شهرين وانا بنضرب وبتبهدل بقالي 5 سنين في نفس المشكله ولا حد عارف يحل اعمل ايه وعمال يقول لي الاولاد وكذا وعمال يعمل كذا وحكم الناس. لازم يكون في كبير في العيله الناس لما مجموعه الرجاله يتكاتلوا عليه يعمل ويمضوه يعني بيمضوه على ورق ويمضوه على الوصولات. انت لو رجعت كده هتشتكيك بالحاجات دي يعني ما تخليش الامور عارضه كده. واستعيني بالله خدي دي اخر خطوه يعني خد الخطوه دي قبل قرار الانفصال معلش وشوفي والله تمام والدنيا مشيت كان بها لا ما مشيتش وفضل زي ما هو يبقى اعذرتي الى الله. يعني الواحد ما بيقولش اقعد في جوازه بنضرب وبتبهدل يفتح لنا فخه مره وتفضل مهانه. فين 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 الحياه فين الزوجه اللي هتقدر تقيم بيت وفين الاولاد اللي انت عايزه صلاحهم يتربوا في بيئه زي ديت ما ينفعش. بس خد الخطوة دي الأول وصلي ركعتين طلب حاجة لله سبحانه وتعالى يا رب يا رب ارشدني يا رب وكلتك في هذا الأمر يا رب حلهولي من عندك. أدعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي يكرمك اللهم أمين. وكلمة للزوج اللي بيعمل حاجة زي كده يا جماعة يعني اتق الله اتق الله. سب قذف المحصنات من 7 الموبقات سبع يعني الكبائر 7 الكبائر اللي محتاجين توبة قد كده وفيها حقوق عباد. ليه توقع نفسك في حاجة زي كده؟ لو مرض نفسي روح تعالج
لكن نهدم بيت ونعمل بسببه عشان واحده طاهره وعفيفه وانت عندك فكره ضلاليه في نفوخك، لا طبعا. عند الله سبحانه وتعالى يا بنتي يجدر لك الخير. معانا مين؟ معانا ام طارق من المنيا. السلام عليكم يا ام طارق. ايوه دكتوره، السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا 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 يا دكتوره. دلوقتي انا معايا 3 ولاد. نعم. ابني الكبير الحمد لله محترم وبر بيا. ابني الصغير ما قصرت، الوسطاني ما قصرتش معاه في حاجه، ومراته ما سيام ما بيكلمنيش، وانا متضايقه وزعلانه. طلع يكلمني اتصل بيه يقول لي معاك حسين ومعاك محمد. بقول له يا ابني انت مالك صغري ما كلمتنيش، بتفضل تقول لي كلام وبتعمل هي البت بتكذب هو ما تخيلي وهو بيصدق. انا مش عارفه اعمل ايه. مين اللي بتكذب عليه في الكلام؟ مين اللي بتكذب عليه؟ مراته بتكذب عليه. هو متزوج. متزوج ومراته بتفضل تكذب عليه وبتسيئ عليا. انا ابني عنده 36 سنه. يا نهار ابيض. وشوفوا العمر ده كله متجوز بقاله 3 سنين. اتحرم منه وحرام عليه والله. انا متضايقه. طب ما تعيطي. انا قلت له حسن الله ونعم الوكيل النهارده. لما يقول لي معاك حسين ومعاك طارق محمد. طب انا اعمل ايه؟ انا ابني وحشني وعايز اطمن عليه ومش عايز اطمن عليه. مش عايز انا اتكلم معاه عشان الشخصه دي بتكذب كذابه. وانا مش خلاص انا ما بحبهاش. بس يا ابني انا بحب ابني. طب اقول له يا ابني انت مالكش دعوه بيها، هي سيبها ما تجيش. بس انت ابني، انا تعبت فيك وصبرت لكم وقعدت العمر ده كله يا ابني، عمري ما عملت لكم مشكله ولا وقفتكم في مشكله. وانا اللي مع نفسي، ليه انا بتصرف مع نفسي؟ بكون في اي مشكله انا اللي بروح وبخاف عليهم. اذا بعمل كده تعمل كده فيا العمر ده كله يا ابني ليه؟ مش عارفه اعمل ايه. انا اعمل ايه يا دكتور؟ والله ما عارفه. هقول لك تعملي ايه. ما تزعليش بس، انا مش عايزاكي تزعلي بالله عليك. مش عايزاكي تزعلي ولا تعيطي. يعني انا يعني اقول مثلا خطاب سريع ورساله سريعه لكل ابن. دموع امك ديت ايه يا ابني؟ دموع ابنك امك اللي بتعيط عشانك ديت ايه؟ والله بالدنيا وما فيها. لا يدخل الجنة عاق لوالدي، أمك ثم أمك ثم أمك. زوجتك بتكذب، يعني دي من علامات الساعة. يعني يصدق امرأته ويكذب أمه، دي من علامات الساعة إنك تصدق زوجتك. الرجل العاقل، إن شاء الله هنجيلها في السلسلة بتاعتنا، الرجل العاقل لما يتيجي مشكلة بين أمه وما بين زوجته يسمع من الطرفين ولا يجي عن طرف على التاني، إلا إذا شب عينه أمور مش مجرد السماع، شاب عينه وشهد ناس وقالوا كذا وكذا وكذا، ساعتها بمنع الأذى. لكن ما بعقش أمي، ما بهجرش أمي. أما تعيط تقول لك بقى لها 4 أيام قلبها معمول، هتقولي محمد هتقولي محمد، تعمل إيه بقى الأم اللي زي دي؟ ونودي فين دموعها دي؟ طبعا ممكن نسمع من الطرف الثاني، تمام، واسمع من زوجتك، ما عنديش مشاكل. لكن الناس الكبيره والامهات احنا مش هنغيرهم حتى لو هي اللي غلطانه. شوف انا بقول لك ايه، حتى لو هي اللي غلطانه. مش زي دلوقتي والدتك وهي بتقول مراته بتكذب. ما فيش حد هيفتري على حد كده. مراته بتكذب. هاتي شهود يا ابني، الشهود اهو، يا ابني حصل كذا، يا ابني كذا. تقطع بامك يعني، تتعقها العقوق ده كله وتسبب في بكائها بس عشان انت وحشتها. تقول لك متجوز بقاله 3 سنين بعدها عني، وبقاله 4 أيام ما شفتوش، وتعيط هتقولي محمد هتقولي محمد. تروح فين بالدموع دي؟ هي القلوب قست ليه كده؟ هو الجيل ده بقى فيه ايه يا جماعه؟ ده كانت بس الام تقول لك، بس تقول اي بس، جري الاولاد تحت رجليها. ايه اللي حصل؟ وايه اللي جرى؟ يعني اما يبقى سبب لدخولك الجنه انت قافله، لا بالعكس، ده انت فتحت باب لدخولك النار بالعقوق. احنا مش هنغير الناس الكبيره. انا بقول لكم اهو، في مشاكل ابعد ده عن ده، ارتاح ده من ده. سلام عليكم. عليكم. ما تحتكيش، ما يقول لزوجتك ما تحتكيش، ولا عايز منك ولا الكلام ده، ما تكلمينيش عليهم ولا تبقي سبب في القطيع. امك غلط يا ام، الله يبارك لك. طب لو في حاجه كلميني انا، انا راجل اهو، كلميني انا، انا اعمل ايه اللي اجيب لك حقك؟ بس بالراحه يا امك الام. لكن تبعد عنها وتقطعها وتخاصمها بكذا، انا الوم عليك واقول لك انتبه وخلي بالك. والله باب من ابواب نار مفتوحه والعياذ بالله. عقوق ام، عقوق والدين، عدم توفيق في الدنيا،
امك مش راضي عنك والله ولا رزق الدنيا، يبقى عندك وما لفوش بركه، عايز بركه الدنيا، عايز رزق الدنيا، عايز خير الدنيا، عايز حفظ الدنيا. ماتت التي كنا نكرمك من اجلها، وجودها ذات نفسه بركه، جنه هي تحت رجليها، ما ظلمه ليش مش هنعلمش هنربيهم احنا من جديد. زقبة بتعمل بتفترق كذا، خلي تعالى خليك معايا انا بس تعالى، وانت استحمل انت الابن ما تستحمل، لكن تسبب بكاءها بالامر ده وتشحتف كده علينا في المكالمه كده بكاء شحتفه كده. قالوا قلوبنا توجعنا والله، اوصيك بامك ثم امك ثم امك، لو انت سمع المكالمه دي تجري على امك جري، تبوس راسها وتبوس ايديها وتقول لها خلاص يا امي ولا هقطعك تاني، والزوجة لها ما عليها خلاص انا منعت الاحتكاك اللي بيجيب مشاكل، كلميني انا وخليك انت مع امك، سيب الحريم بعيد عن بعض، لكن تسمع وتصدق كلام زوجتك يا سيدي كلامها صح، ها ما افترتش مع ان هي امك بتقول بتكذب، ما كلامها صح وجابت شهود وكذا، خلاص خليكي بقى في حالك وكذا، لكن ما تقطعش امك يا ابني، وبالره وبالراحه مش هنغيرهم بالراحه. الله سبحانه وتعالى يا رب يحنن قلوب الأبناء على آبائهم وأمهاتهم، اللهم أمين، اللهم يا رب ارزقهم البر والتقوى، اللهم أمين. الله سبحانه وتعالى يا بنتي يكبر بخاطرك يا رب يا أم طارق، ويجيب لك محمد ويرضيكي وتباتي مكبورة الخاطر يا رب أنت وكل أمة، اللهم أمين. أمك ثم أمك يا ابني، جنة جنة. يعني وقت حلقتنا انتهى، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا وإياكم، ألقاكم غدا وحلقة جديدة، وتابعوا بقية السلسلة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين.